وسهلا بكم من جديد، مرحبا بكم مواصلين اخبارنا. هوني باش نسالكم، واتسابكم انستغرامكم فيسبوككم يخدم؟ معزولين عن العالم ككل، شوفي مناخ الحريه كبقيه دول العالم عطب فني مفاجئ اليوم على مستوى فيسبوك، على مستوى واتساب، على مستوى انستغرام، تقريبا ادى الى توقف حسابات العديد من المستخدمين التطبيقات هذه. موقع داون ديتكتور المتخصص في تتبع أعطال المواقع وفقا ليه يقول لك أنه العطب هذا ما اقتصرش على دولة بعينها أو دولة محددة، لا، إنما هو عطب على مستوى عالمي، ومستخدمي التطبيقات هذا ما نجموش يدخلوا لحسابات وما نجموش يكتبوا حتى شيء ولا يعملوا دي كوميونيكاسيون كيما جاري العمل في سائر الأيام. معناش معلومات هل هو عطب أو هو ما زلنا ما نعرفوش إلى حد اللحظة. على العموم هذا ماهوش في دولة كما قلت لك محددة، تقريبا في جميع دول العالم خليفة. الحمد لله. المهم الحسابات ما فيهاش فلوس. احنا تو الظاهرة هذه فقط، لأنه احنا نتحدث عن الديمقراطية والحريات وغيرها، ظهر رأي لافت أنه الناس تستعمل ياسر الواتساب وغيره، وهذه علامة ومؤشر سيء في بلد يتحدث عن الديمقراطية والحريات. ليه لما يحكي حتى سياسي مع سياسي؟ هذا على كل حال اطمننا بها. مش هذه الاستخدامات الوحيدة لواتساب؟ خلينا من الاستخدامات المتقدمة ياسر تستعمل فيها أنت، احنا نتكلموا كيف الناس، وهي ظاهرة لافتة. سيفية تتبعث على الواتساب، تلمون ناس عندها هاجس وعندها خوف وعندها مشكل في علاقة بالرقابة وعندها هواجس وعندها تضخيم في الموضوع، اليوم التوانس الكل يتكلموا على الواتساب. خبيوها الحقيقة هذه سيناج موجود، هذا الكل يعني استعملوا في الوسائل هذه والكل تتحدث فيها، وهذا مؤشر سيء أنا أعتقد في علاقة بالديمقراطية وبالحرية. حتى فيسبوك خاصة، وحتى الهيئة الوطنية للمجتمع سيج فيسبوك شطر راوي قسمة مخسرنا شيء خاطر فيه ياسر أشياء ما يزمهاش تظهر بالضبط. معناتها ثم مشكل كبير حتى في الحماية من المعطيات الشخصية من المواطنين اللي يستعملوا مستعملي فيسبوك الكل، ونأسفوا أنه ساعات حتى إدارات، واليوم حتى نشوفوا في التعاطي الإعلامي، ما عرفوش الأسباب الآن الإعلامي موجودة على مستوى رسمي كما رئاسة حكومة رئيس جمهورية، أنه البلاغات تهبط على فيسبوك، هذه راهي ظاهرة ماهيش صحية في الدول المتقدمة. ما نعرفش الأسباب الحقيقية توا، ما نعرفوهاش. لا نحكي لك في العام، معناتها لازم ديما ناخذوا حذرنا من استعمال الوسائل هذه. يسألوا ويطالبوا وقاعدين متحيرين الناس. هما بيدهم مش فاهمين. هذا يذكرنا تقريبا في أفريل عشنا نفس العطب الفني على مستوى عالمي، لكن رجع بعد دقائق. اليوم تقريبا بعد ظهر اليوم توصل لساعات. شوف التكنولوجيا والسيبرنيتيك والتقدم العلمي فاش مكن الشعوب من انهاء سيادتها المحليه باعتباره انه قادر يسيطر عليها انطلاقا من تلقى المعلومات. يصادر على معطياتك نتاع الدوله نتاع الشركات الى اخره. واللي يقص عليك الفيسبوك اخطر من قصر الماء تقريبا في الحياه نتاع الناس. الناس بالحق يعني تورطوا في المساله هذه، ولات مساله حيويه. ضياع المعلومه وتبادل المعلومه عبر مواقع التواصل الافتراضي، عبر وسائل الاتصال هذه، ساعات اخطر واكثر حيويه من غسان الماء والخبز. التعاطي مع الفيسبوك راه وصل في يعني عند بعض الاشخاص الى مرحله الادمان. ادمان يعني فما شكون اللي قضي، وهذه دراسات معناها اجريت مش هنا في تونس، اجريت في بريطانيا، سبع سوايع ثمانيه سوايع في النهار، حوالي تقريبا معدل سبع ساعات يقضيها المواطن في تونس وفي البلاد تونس يبدو المغربيه حوالي 10 مليون حساب ولا في شعب 10 ملايين ساكن، سبع ساعات يوميا يقضيها في الفيسبوك. على العموم هذا كانت مفاجأة لعديد المستخدمي التطبيقات هذه، وما زالت التساؤلات علاش صارت البان هذه وعلاش العطب الفني هذا. نستناو وقتاش باش يرجع، ونستناو ايضا الاسباب الحقيقيه. خلي يتواصلوا مباشره للعباد، خلي على الاقل يعملوا نهار قادم مع بعض. يلا نختموا بالخبر الاخير، وين اصدرت الرئاسه الجزائريه بيان اكدت خلاله انه عقب التصريحات غير المفنده اللي نسبتها العديد من المصادر الفرنسيه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه الجزائر ترفض قطعيا التدخل غير المقبول في شؤونها الداخلية مثل ما ورد في هذه التصريحات. وفق ما جاء في نص البيان، فإنه أمام هذا الوضع غير المقبول اللي خلفته تصريحات غير مسؤولة، قرر رئيس الجمهورية استدعى سفير الجزائر لدى فرنسا على الفور للتشاور. وفي خطوة تصعيدية حضرت السلطات الجزائرية على الطائرات الحربية الفرنسية التحليق في أجوائها حسب ما
أعلن عنه الناطق باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية أمس، ويأتي ذلك تبعا لاستدعاء الجزائري الجزائر السفير الفرنسي على خلفية خفض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني المغرب والجزائر وتونس. وهوني نتسائل خليفة، شنجم تكون تداعيات هذا التصعيد والتوتر في العلاقة بين فرنسا والجزائر اللي جاوز تقريبا أزمة التأشيرات؟ الفرنسي يعيش حالة من التخبط في مجابهة الانتخابات ثم في مجابات استحقاقات كبرى على المستوى الجيوستراتيجي في علاقة بالحلف الأمريكي البريطاني الأسترالي الآن، وشفنا واقعة الغواصات، شفنا من أكثر موقع خرج خاسر الرجل هذا. اليوم تقريب الحالة الوحيدة الممكن يلعب عليها قضية النوازع اليمينية المتطرفة والعنصرية كورقة انتخابية داخل فرنسا، مشكلته جات لعبته مع الجزائر، والجزائر عندها تقاليد في علاقة بمنطق السيادة وبالإرث النضالي تجاه الاستعمار، يعني هناك ثوابت في السياسة الخارجية الجزائرية في التعامل مع الملف هذا مع فرنسا أساسا وتحديدا، ومع القضايا الوطنية حتى المغاربية والإقليمية عندها موقف متميز تاريخيا الحقيقة الجزائر، وما تلعبش في المواقف هذه معناها وتعتبرها خطوط حمراء بالفعل، تضحي بها بالغالي والنفيس وتقطع العلاقات، تستدعي السفراء وتسكر المجال الجوي تاريخيا هذا الجزائر. إضافة نقطة صغيرة سمحني على الإطار الناجي، إضافة لأنه الجزائر اليوم ماهيش في منطق، ماهيش دولة ما ترعاها فرنسا لا في سياساتها ولا غيرها، بالعكس حتى في المستوى الإقليمي يعني عندها شوية تناغم وانسجام مع الولايات المتحدة الأمريكية أكثر منه مع الجزائر. تفضل سيناش. هو خلينا ساعة نشوفه بالضبط علاش الغضب الجزائري هذا والغضب المرة هذه جاء، يعني غضب وشفناه حتى في البيان بيان الرئاسة الجزائرية لأول مرة الجزائر تستعمل لغة حادة جدا شديدة اللهجة في مخاطبة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، حتى أن وصفت كلامه بالمسطح وغير المسؤول وغير دونك، واستدعات سفيرها لأنه في التصريحات اللي نقلت على رئيس عن الرئيس الفرنسي في جريدة لوموند قال لم تكن هناك أمة في الجزائر قبل الاستعمار الفرنسي، وقالها بشيء من السخرية على الشعب الجزائري. وراو توتر العلاقات موش جديد لانه الـ الاشكال بدا عنده مده وقت اللي الرئيس تبون رفض حتى زياره جون كاستيكس الوزير الاول الفرنسي في جوز مناسبات يرفض رئيس فرنسي زياره كان سيؤديها وعبر جون كاستيكس على رغبته في زياره الجزائر. اذا السؤال اليوم وين مش تؤدي هالعلاقات هذه؟ هل يمكن ان يؤدي هذا التوتر الى هل سيؤدي إلى قطع العلاقات نهائياً علاقات دبلوماسية، أو أنا نتوقع أنه يمكن أن يصدر، وهذا سبق وصار بل يمكن أن يصدر عن الرئاسة الفرنسية اعتذار إلى الشعب الفرنسي لإنهاء هل حالة التوتر هذه، لكن وتورط في الحملة الانتخابية لكن في المستوى وضغط من قبل اليمين المتطرف عنده زوج منافسين في المستوى في وإريك زيمور في المستوى الاقتصادي راهو الجزائر بدأت في عملية تقليص وجود المؤسسات والاستثمارات الفرنسية في الجزائر على حساب الصين، فما زحف صيني على في الجزائر، ثم عقود سحبت من مؤسسات وشركات فرنسية ومنحت لشركات ومقاولات حتى عقود تركية موجودة في الجزائر. أيضا الوجود التركي يعني يتوسع شيئا فشيئا، يعني الخاسر الأكبر أظن أنه الرئيس في تقدير الفرنسي الرئيس الفرنسي ونمشي خاسر الرئيس الفرنسي عاملين قيمة كبيرة كان احنا في تونس والله بالحق مع احترامنا للدولة الفرنسية ولرئيسها، ولكن الحقيقة على المستوى الإقليمي مع ماكرون فرنسا في تراجع. شوف ثم مصالح فرنسية كبرى اقتصادية في الجزائر كما في تونس وفي المغرب أيضا، يعني قطع العلاقات راهو خليفة بين الجزائر هيك علاش قلت لك هو الحقيقة يعني تراجع النفوذ الفرنسي في فترة الدولة ماهيش الجزائر باش تخسر فيه، ماهيش الجزائر بل فرنسا أيضا ودول جنوب الصحراء في تشاد خاسر في مالي خاسر من أكبر الجاليات الموجودة في فرنسا الجالية الجزائرية. يعني مسألة ربما لا يعني أنا أقول إذا أدى التوتر هذا إلى قطع العلاقات معناها خاطر سيطرح إشكال كبير حتى بالنسبة للأشقاء الجزائريين معناها اللي يعيشوا في فرنسا
هو غير فرنسا. هو التصريحات صحيح غير مسؤوله ومعناتها ومست حتى التاريخ الجزائري والتشكيك ومعناتها ثم كلمه خطيره نشوفها قالت انه التاريخ الجزائري الرسمي مبني على انقاض وحقد الى حقد على الدوله الفرنسيه وهذا كلام راه خطير وغير مسؤول. زاد شبه النظام السياسي في الجزائر انه نظام ريعي مبني على معناتها كل ما هو سياسي وعسكري. لكن علاش انا نربطه بالحمله الانتخابيه وبانتخابات 2022 في فرنسا؟ خاطر في شهر مارس اللي فات في مارس 2021 في الخطاب الرسمي بتاع ايمانويل ماكرون في ندوه صحفيه كان معترف بالجرائم اللي ارتكبتها فرنسا امام الجزائر. لكن الموقف ما اعتذرش لكن اعترف اللي ثم جرائم. هذا متناقض مع اللي عنده تخبط كبير في توجهات في نهار السبت وتقال هو في مجموعه ضيقه نتاع الشباب لقاء ما كانش مغلق لكن لقاء رسمي وتناقلته مع جريده لوموند والإليزي لم تكذب مع ما جاء في جريده لوموند يعني اعتراف ضمني بالكلام هذا اللي تقال. حقيقه انا شخصيا لا اتوقع لا من مصلحه فرنسا والجزائر انه يقع قطع العلاقات كما بالمعطيات اللي قدمها سيناجي ويمكن انه ايمانويل ماكرون كما تراجع في عديد المناسبات انه يتراجع ويعتذر على الكلام هذا اللي صدر منه. يلا ملا نمروا لغونديفو القدره الشرائيه مع كارفور ومن بعد نرجعوا نستقبلوا ضيوفنا بثينه بن كريديس الباحثه في القانون الدولي العام وايضا منذر سيكالي المحامي والناشط الحقوقي. نمشيوا لغونديفو القدره الشرائيه مع كارفور. كارفور المساند الرسمي للقدرة الشرائية. مرحبا بكم في موعد جديد من غونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. اليوم أفريات جديدة يقدمها كارفور المرسى ثم رفوف خاصة بمنتوجات بعينها. اليوم نحكيه على لزيبيس ولفخوي ساك تلقوا فيهم كل الرفوف هذية تلقوا فيها كل المنتوجات اللي انتم في حاجة لها. فكرة في هذا الروبورتاج الصغير ونرجع لكم. الأوفية مرحبا بكم الناس الكل في مغازتنا كارفور المرسى باش نكتشفوا مع بعضنا الستوند الجديد نتاع لي زابيس اي لي فروي سيك كيما قاعدين تشاهدوا في لي بواط دونك موجودين فيهم لي برودوي اول حاجه محميين وثاني حاجه لي كليون ينجم يشاهدهم على راحته. في الستوند هذايا فما برشا شوا في لي فروي سيك من المالح للحلو واللي يحب يحافظ على انيقته على رشاقته وعلى صحته فما لي غرانولا للكبار والصغار وسورتو عملنا زيد غرانولا سبيسيال كيتس واللي باش يعمل حلو في الدار والا خبز عندنا لي فارين فما فارين دافان فارين دو لان فارين دو مايس وجبنا لكم زيد كليونيتنا حاجات تحبوهم برشا حاجات ديري 100% تونسيه مصنوعه باليد كيما الحلالم النواصر المحمصه والكسكسي. ميلا عليكم كاين تعملوا علينا طله وتزورونا في مغازتنا كارفور المرسى تلقاو في مغازات كارفور المرسى تلقاو ايضا جميع انواع الخبز تتعرفوا عليها ايضا في هذا الروبورتاج اللي باش نعديه لكم تشاهدوه مع بعض. وكيما قاعدين تشوفوا انا توا متواجده قدام الصند الجديد نتاع الخبز وين باش نلقاو برشا شوا في لي بان فما لي بتي بان كيما سيريال كومبلي والمبسس كيما عندنا زيدا برشا انواع نتاع خبز مصنوعين بالخميره تراديسيونيل باغ اكزومبل باكيت شيف والفلوت وبالطبيعه ما ننساوش الطابونه اللي يحبوها التوانسه الكل فما زيدا خبز بيو 100% ناتوريل كيما خصصنا بارتي هيلثي البارتي هذيا للناس اللي باش تحافظ على الصحه نتاعها باش نلقاو بان سون سيل بان اليجي اون سيل برشا شوا في الخبز عليكم كي تزورونا في مغازتنا كارفور المرسى. مرحبا بكم من جديد غدوة في نفس الموعد نفس التوقيت نرجع لكم بفارية جديدة في غونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. كارفور المساند الرسمي للقدرة الشرائية. نرجع نواصل حديثنا على مسيرة 3 أكتوبر على ما بعد هذه المسيرة وحتى المسيرات اللي سبقتها على الخطوات القادمة لرئيس الجمهورية. هل بدأت فعلا تتضح ملامح مشروع قيس سعيد؟ هذا الكل على طاولة النقاش بعد شوية مع منذر بن سيكس علي محامي وناشط حقوقي وأيضا بثينة بن كريديس الباحثة في القانون الدولي العام نستقبلهم بعد هذا التقرير لزيد الزيدي. We'll be right back.
تشهد اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. جاء دعم للإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 من جويلية الماضي، وليرفع من خلالها شعارات مختلفة من بينها محاكمة الفاسدين وحل البرلمان. كاميرا روديفونير تجولت بين المحتشين ورصدت الآراء، لنتابع معا. احنا جينا من القروان اليوم دعم للمسار 25 جويلية ودعم لرئيس الجمهورية باش يمشي للمضي قدما في القرارات اللي خذاها، ونطالبوا من رئيس الجمهورية يكمل لنا المسار في محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي وفي حق هذه الدولة، ونطالبوا كذلك بحل مجلس النواب. رسالة لرئيس الدولة، احنا الشعب رجال معاك، اوقف معنا انت للاخر. اليوم نحبوك تطبق قرارات الشعب والشعارات اللي جات اليوم في المسيرة الكبيرة هذه. هذا الشعب عرف طريقه، وهذا الشعب يرسم في مستقبله، هذا الشعب يعرف خياراته الواضحة والبينة. لا رجوع لهذا البرلمان، هذا البرلمان الذي قد على مقاس الفاسدين والإرهابيين والانتهازيين. اليوم شعب تونس مرة أخرى يعبر على أنه لا رجوع إلى الوراء، ماضين معا من أجل هذا المشروع، مشروع بناء دولة الشعب. اليوم جينا باش نساندوا قرارات الرئيس ونساندوا الشعب التونسي اللي رافض للبرلمان هذايا اللي همشنا. عشر سنين تعبنا فيهم برشا، يزينا فدينا. خرجنا على خطر الدرابو، هذه بلادنا، هذه متاعنا. أي واحد يجي للبلاد هذه ولا يرميتوا عليها، رانا نموتوا مع البلاد هذه، رانا الشعب واحد ولا ثم تفرقة. ويا سيد الرئيس ما ترجعش من التوالي، اجبد الملفات الحارقة، حلوا البرلمان، حلوا، ما تخافوا حد، الشعب معاك. الشعب هذا ريت وهذايا خرج جراه وخاطر بقلبه، خاطر وطني، خاطر الغوري، الغورير أنا، انظر الوطن يا عباد الحفاد ونموت عليك يا بلادي. مسيرات التأييد والرفض، يتواصل الحراك الاحتجاجي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ويستمر معه المخاض السياسي الذي تعيشه تونس، ليبقى المشهد العام في البلاد مفتوحا على كل السيناريوهات. من جديد نبدأ في حوارنا مباشرة مع ضيوفي، كل من بثينة بن كريديس باحثة في القانون الدولي العام. أهلا وسهلا بك. مساء النور. أهلا وسهلا، شكرا على هذه الاستضافة، طاب مساءكم جميعا، أرحب بكم جميعا وبك وبكل المشاهدين. يعيشك، مرحبا بك، شكرا لك على تلبية الدعوة. سعيدة أيضا باستقبال الأستاذ منذر بن سيك علي، المحامي والناشط الحقوقي. أهلا وسهلا. مرحبا، تحياتي ونشكركم على الدعوة هذه، إن شاء الله معناها نكون معناها نخلق نوع من الإفادة إن شاء الله والحوار الجدل الإيجابي. سي منذر، شفت المسيرة 3 أكتوبر ساعة شاركت فيها أنت سيادتك ولا؟ كنت من بين الموجودين في المسيرة هذه. كنت موجود. هوني نسألك، على الأقل أنت كنت موجود وكان عندك غاية معينة أو صوت معين تحب توصله. الحركة هذه شنية طبيعته؟ هل كان لمساندة قرارات الرئيس؟ هل كان حراك مضاد لحراك الأحد الماضي اللي هو ضد قرارات الرئيس؟ كانت رسالة للداخل؟ كانت رسالة للخارج؟ شنو بالضبط مفادها أو غايتها المظاهرة البارحة؟ هو حراك كما تفضلتوا سيادتكم وقلتوا، بطبيعة معناها الحراك هذا هو لتبليغ أصوات معينة، أصوات معناها ما سمعناها مؤقتا وبطريقة معناها تم إجهاضها في انطلاق شرارة ثورة 17 ديسمبر. الحراك هذا قعد معناها نوعا ما يعاني في نوع من الاختناق،
رغم الواقع معناه كان يتطلب من الحراك هذا أنه يكون عنده صوت، يكون عنده فعل، يكون عنده مساهمة على مستوى معناه صيرورة نتاع الثورة التونسية. جات الفرصة، جات 25 جويلية، جات معناها الباب الذي فتح من جديد نحو حمل أمل، أمل جديد معناها بعد ما كانت السوداوية هي التي تسيطر على مشهد ينحو نحو الانغلاق ونحو معناها فهمني المأزق والتآكل. بطبيعة الحركة هذا معناها هو يستفز أي إرادة بشارك فيه، تشارك فيه بطبيعة فهمني وفق مقوماته الإيجابية، وفق الرؤى، وفق الأمل، وفق معناها نوع من الدعوة لرؤية لمستقبل، طالما كان الطريق نحوه ما نقولوش مظلم ما ربما معناها فيه ياسر ضباب وياسر غموض. أنا مش نسألك سؤال مباشر، هل أنه الخروج يوم 3 أكتوبر، خروج البارح في هالمسيرات المختلفة اللي ما كانتش فقط في تونس العاصمة، هل هو ربما دعم وسند وثيقة في رئيس الجمهورية، أو أنه ربما تخوف من أنه يمكن أنه يعدل على بعض القرارات اللي أعلن عنها واللي يلقى فيها دعم شعبي كبير؟ نحن نعيش في مجتمع، المجتمع كالكائن الحي، معناها فيه قلب يخفق، فيه فني إرادة حياة، فيه معناها فني دماء، معناها فيه دورة دموية. الحراك هذا هو فني منجموش نقول ولا هو فني 100% تلقائي، هو فني حراك ولد الظرف بتاعه، خلقته الظرف بتاعه. ثم تجاذبات كبيرة اليوم في البلاد، ثم جدل فني على المستوى النخب، ثم استحقاقات، ثم مطالب على مستوى فني القاعدة، أوسع القاعدة الشعبية. ثم الناس قاتل روحها أني مفروض معناها تعلن على وجودها، تعلن معناها على أني هي منقلوش جزء، أما هي مساهم في طرح رؤية جديدة للواقع معناها المتأزم تاعنا. به الرؤية هذه الجديدة بثينة بن كريديس الباحثة في القانون الدولي العام، هل بدأت ربما تتوضح للرأي العام التونسي من خلال تكليف السيدة نجلة بودن بتشكيل الحكومة التونسية؟ ونسألك زادة بحكم خبرتك في القانون العام أو القانون الدولي العام، بقدر ما صار استبشار بتكليف السيدة بودن، بقدر ما ثم تخوفات ربما من صلاحياتها لتنجم تكون محدودة وتضعفها كرئيسة حكومة خاصة على مستوى الأخذ القرار بوجود الأمر الرئاسي عدد 117، صعبنا عليها المهمة بهذا الأمر؟ قبل أن أجيب على سؤالك أريد أن أوضح نقطة صغيرة أساسية. من البداية أردت أن أعرف بنفسي، أنا بثينة بن كريديس، باحثة في القانون الدولي العام، ابنة الجامعة التونسية، انطلاقا من إيماني بأنه للخروج من الأزمة السياسية في تونس لابد من القطع مع المنظومة السابقة، المنظومة الفاشلة والمنظومة المهترئة، رأيت أنه أو اقتنعت وبحثت واقتنعت أنه لابد من التأسيس لبناء جديد مغاير تكون فيه الديمقراطية حقيقية تمثل الشعب، فانضممت لمجموعة من الشباب المؤمنين كل من موقعه بفكرة الطرح البديل، ولابد من وجود طرح بديل يعني للنظام السياسي في تونس، ونحن نعمل كل من موقعه. يعني هي حملة تفسيرية، ولكنها يعني تفسيرية، تفسير هذا المشروع أو هذا الطرح البديل للناس، وفتح لباب النقاش. شنو هو العنوان الأبرز ربما لهذا الطرح البديل؟ العنوان الأبرز لهذا الطرح البديل أن المشروع أو البرنامج، مشروع البناء القاعدي، هو تنموي بالأساس، يقوم على سلطة محلية فعلية تنبثق منها سلطة تشريعية، السيادة تكون للشعب ويكون فيها توزيع عادل للسلطة والثروة. عبر الآليات الوصول إليها هو تغيير هيكلية السلطة التشريعية، التغيير القانون الانتخابي ليصبح انتخابا على الأفراد في أضيق الدوائر،
ثم الانطلاق يعني من تأليف المشاريع التنموية في مستوى المحليات المعتمديات وتأليفها كذلك في المستوى الجهوي لتنفيذ هذه المشاريع التي تعبر عن الإرادة الشرعية، ويصبح مجلس النواب ممثلا حقيقيا لمشاريع المشاريع أو المتطلبات أو المشاريع التنموية في المناطق وفي المحليات، وتعبر عن إرادة الشعبية لا عن إرادة أحزاب أو برامج أخرى. وبالنسبة لسؤال الحكومة لا خلينا نقعد هوني ونرجع لك السؤال مدام نجا بودن أو رئيسة الحكومة المكلفة. المشروع هذا اللي تحكي عليه البناء القاعدي ما نجمش يكون فيه ربما ثغرات، ربما بعض العيوب اللي من خلالها نجم نوصله لنتائج ما تكونش على مستوى الانتظارات ولهذا الشعب الذي يريد؟ يمكن أن يكون هناك ثغرات في كل شيء، ولكن فلنطرح النقاش أولا لنفسر، لنفهم معا، لنتشارك يعني لنتشارك معا في الفهم، في طرح الأفكار، في النقاش، في التبسيط. نقاش بين شكون النقاش بين الشباب هذا المشروع وكل من يؤمن بهذا المشروع ومختلف مكونات المجتمع التونسي، يعني من مجتمع مدني، من أشخاص في الجهات كذلك، ليس فقط يعني على مستوى العاصمة. هو معقول أن نتجادل على المستوى النظري دول حكاية المسيرة والمشاكل الاقتصادية. هل تنطلقين من فكرة أزمة نظام سياسي بذاته واللي يختزل في فكرة المنظوم، أم نحن إذا أزمة نظرية فلسفية حقيقية في علاقة بأزمة الديمقراطية التمثيلية؟ لأن هناك سؤال كبير حول جدوى هذه الديمقراطية التمثيلية التي بعض المفكرين والفلاسفة يعتبرون الأحزاب نظام واسطة شوهت الديمقراطية، يعتبرون أن البديل عن فشل الديمقراطية التمثيلية التقليدية التي أساسها الأحزاب السياسية كواسطة فشلت، وبالتالي طرحوا فكرة الديمقراطية المباشرة. ما أنا نحب نسأل، ما نعرفش، ما في النهاية نحب نسأل، هل المشروع البديل هذا وعناوين الطرح البديل تقوم على هذه الفكرة، يعني إلغاء الوساطة اللي هي الأحزاب جزء منها اللي هي الوساطة، التكتلات، النواب التقليدين، لطرح بديل قاعدي جديد اللي هو الشعب يحكم نفسه بنفسه كما هي موجودة في النظرية المجالسية، كما هي موجودة معناها في تجارب أولية للثورة الفرنسية ونظام الكومونات، كما هي موجودة في تجارب الكتاب الأخضر العقيد القذافي طرح فيها جزء من هذه الحوكمة، يعني مش سبة هي معناها ولا هذا. يعني اليوم تنطلقون من أزمة الديمقراطية أم أزمة النظام السياسي الديمقراطي في تونس؟ فهي مسألة محلية ربما سببها نخبة سياسية ما كانتش في مستوى الحدث. يلا تفضل. الاثنين معا، ولكن حتى في المسألة يعني أزمة الديمقراطية التمثيلية ليست هدفا في حد ذاتها، ليس هو الهدف بالأساس يعني القضاء على الأحزاب، وإنما هو انطلاقا كذلك يعني. ولكن نحن نتحدث عن أزمة بتاع ديمقراطية جات فيها وسائط، علاش قلنا الانتخابات القاعدية المحلية التي تنتخب من القاعدة بس تشكل على المستوى الهرمي مجلس نواب الشعب كفكرة أخرى. احنا الآن عبر الأحزاب ننتخب مجلس نواب الشعب مباشرة، يعني الآن سنعيد التوزيع كأننا نعمل برلمانات محلية صغيرة، هذه البرلمانات تجتمع في برلمان جهوي، وهذا البرلمان الجهوي ينتخب البرلمان الأمة في الموازي متاعه تنتخب الإدارة التسييرية للحكومة. نعم فعلا صحيح، ولكن يعني هذا يضاف إليه كذلك يعني فشل النظام السياسي في تونس، يعني هي محاولة ل صياغة تجربة تونسية يعني على مقاسنا. هناك تجارب أخرى يعني مقارنة، ولكن يعني المستوى النظري كما تفضلتم ليس، لن نبقى في المستوى النظري أو الفلسفي فقط، ولكن كذلك حتى بعد هذه العشر سنوات يعني أثبتت أن دستور 2014 فيه نقائص، أن اختيار النظام أو طريقة اختيار النظام السياسي فيها نقائص، اختيار النظام السياسي بتلك الشاكلة كذلك فيه نقائص، عمل البرلمان فيه نقائص، يعني هو المنظومة بأسرها معطلة، لذلك لابد من طرح بديل. لم يأتي هذا الطرح البديل فقط يعني على مستوى يعني طوباوي أو فلسفي، ولكن أصبح أمرا واقعا.
معز تفضل. أنا مثال تفاعل معك ديما فرد في نفس النقطة أستاذ اللي نحكيه عليه برشة عناصر مجمعة، نظام سياسي، نظام انتخابي، كل نظام على حدة. معناتها السؤال الأولاني علاش أجزمتوا أنه الفشل اللي عشناه في العشر سنين ويظهر لي متقاسمين على الأقل الكونستا هذايا مبني على فشل نظام سياسي وموش فشل الناس اللي حكمت في هذه المنظومة. معناتها هل ليس تجني أن نقولوا معناتها فشل نظام سياسي؟ نظام سياسي لم تكتمل مرة معناتها ملامحه. معناتها كان نشوفوا شنو تطبق في الدستور اليوم، عندنا الباب السابع اللي هو علق باب السلطة المحلية، عملنا كان انتخابات بلدية، ما عملناش انتخابات جهوية، ما عملناش أقاليم، الهيئات الدستورية هيئة وحيدة تشتغل، محكمة دستورية غير موجودة. معناتها اليوم هل هو من التجني أن نحكم على نظام سياسي في غياب صورة كاملة؟ النقطة الثانية والنقطة مهمة ومهمة جدا هي تلاؤم النظام السياسي اللي للأسف معناتها أنا نرى فيه إلى حد الآن ما نجمش نرى نقول مشروع ولا على الأقل ولا حملة تفسيرية ولا صارت نقاشات أستاذة اللي حكيت عليها، أنا إلى حد الآن نرى فيه مجرد فكرة، أن فانتازم بوليتيك، هي حلمة مدى تلائمها مع الواقع ما نعرفش، خاصة وقت اللي تحكيه هنا ثم خلط ما بين الديمقراطية المحلية والتمثيلية في مجلس النواب، معناتها ثم اختر أنه التمثيلية المحلية تولي هي أن ترامبلان باش نوصلوا إلى المجلس النواب. وثم نقطة طرحتها اللي هي في علاقة بالنظام الانتخابي اللي هو الانتخاب على الأفراد. احنا من أكبر المشاكل اللي عشناها من 2011 لليوم عدم استقرار المشهد السياسي في البرلمان في وجود قائمات وأحزاب سياسية وكتل، ما نجمناش نخرجوا طبقة حاكمة بنظام الأفراد، سيكثر التشتت والتشرذم في المجلس النيابي، وهنا نجم نوصلوا إلى مراحل من الانقسام أخطر من المنظومة السابقة. نبدأ بالأستاذ منظر بن سيكالي، تفضل خليك تفاعل معه. ربما النقطة اللي كانت تحكي فيها الأستاذة هي ربما نراها ممكن الأهمية متاحها مبنية على ضرورة توضيح الفكرة. نحن في أي مجتمع تقوم صراعات ويقوم جدل داخل المجتمع ويقوم صراع مصالح ويقوم صراع معناها من أجل فمي مهام معينة باش يتقدم مجتمع ذاك باش يعيش في المشترك متاعه. نحن كنا نعيش في نظام سياسي الصراعات هذه الحل متاعها يكون على مستوى المركز. ماذا يعني الحل متاعها؟ يوقع التصعيد متاع الصراعات هذيك في الحملة الانتخابية في الترويج معناها فكرة الشعب والوعود والتنمية و400,000 موطن شغل إلى غير ذلك. بعد نمشيو للصندوق ناخذ النتيجه نتاعو نحلو النتيجه يا سيدي، من بعد فهمني انا ايش عندي وانت ايش عندك، وكل الحديث هذاك كل كي يمشي على روحه يوليو فهمني ناس لا ينتج هذا النظام امناء مش مربوط بالنظام على على من تخلو به. نوضح الصوره، النظام هذا علاش خطر؟ ثم اليات معناها عمليه، معناها باش نبعدوا على فكره ومقوله التوبويه في المشروع، احنا نمشيو في اليات عمليه بالملموس. علاش النظام هذا؟ خاطر ما فيش محاسبه، ما فيش متابعه، ما فيش اليات رقابيه حقيقيه، ما فيش معناها فهمني سحب ثقه، ما فيش فهمني انخراط القاعده هذيك الاجباري في العمليه الانتخابيه وفي حقوق المواطن نتاعها. المشروع البديل يحمل الافكار هذه كلها، ينطلق من ضروره انه الانتخاب هو واجب، كما من واجبك انت كي تمشي تقضي فهمني عندك عمله يلزمك تتعامل بها، ما تقولش نعمل مقايضه، لا، انت يا اخويا مواطن دخلت فهمني الحق الفني العمل المواطني يمشي تنتخب، تقول ايه انا ما نختار حتى حد، قلت له الانتخابات فهمني هذيك تفرز على اغلبيه والا جزء كبير ياسر ثلث ولا غيره من الناخبين ما اختاروا حتى حد، نعاود الانتخابات خاطر الموجودين هذاك معناتها الانتخاب يكون اجباري معناها؟ بالطبيعه اهم فكره اجباري، نقطة جديدة هذه وشي المشكلة فيها ان يكون اجباري؟ معناتها المواطن اللي ما يتخبش يكون اجباري، المواطن اللي ما ينتخبش يتعاقب، هي حرية، لا مش يتعاقب، ثم اليات نجم يكون حر من ما ينتخبش، ثم اليات، ثم ديزانسيتاسيون، ثم معناها فهمني بالنسبة للتفعيل الاليات هذه موجودة فهمني لي تكنيك معناها موجودين اليات الشيء مثلا عندي تقول اجباري انتخاب، إذا كان مواطن يقول لك أنا ما نحبش نمشي ننتخب لا بإيه لا بلا، بالنسبة تحط ورقة بيضاء وأني كالناس اللي ما قنعوكش نمشي نراجع روحي نمشي نراجع روحي دخلنا برشا في التفاصيل في التفاصيل خلينا نبعدوا على فكرة الطوبوية والفوقية وغيره، نحن ندخلوا في جدل عملي، في جدل عملي بعد صاحب الوكالة العريضة المواطنية الآليات الرقابية حتى نكون واضحين سي منظر
وحتى الناس يفهموا أنه إحنا قدام الأستاذ أبو ثينة والأستاذ منذر أنتم ناشطين في مجموعات تساند رئيس الجمهورية وتشتغل على برنامج بديل للنظام السياسي الحالي القائم إلى حد الآن، لأنه شهادة وفاته ما زالت لم تستخرج بعد، نظام ما زال فونكسيونال، معناها حتى رئيس الجمهورية نفسه هو جزء من النظام السياسي القائم، ما زلنا ما دخلناش في النظام البديل. لكن عندي الحقيقة حيرة هنا في ديما في من يتكلم باسم من اليوم. هل تتكلم الأستاذ أبو ثينة والأستاذ منذر، هل تتحدثون باسم رئيس الجمهورية أم باسم أنفسكم كمتطوعين كمبادرين؟ لأنه لحد الآن يعني في كل تقريبا خطابات رئيس الجمهورية قيس سعيد كل تقريبا أنا ما سمعتوش نهار تحدث على ما تسمى بالديمقراطية المباشرة اللي فيها نظام سحب الوكالة وفيها النظام القاعدي اللي يبدأ من المحلي إلى المركزي. ما سمعناش يعني أن رئيس الجمهورية ما يتبناش، لا يتبنى هالنظام هذا وما أعلنش صراحة عن تبنيه، بدون ما سمعناش. صحيح عنده مشكل مع الأحزاب السياسية القائمة، لكن ما قالش نهار أنه ضد الأحزاب، أنه يقصي الأحزاب نهائيا من العملية السياسية. دونك هذا سؤالي له، ماذا بيا يعني توضحونا هل ستلعب الأحزاب الدور المعتاد متاعها في أنها تخوض غمار الانتخابات بقائمات وألا باش يكون تصويت على فرق؟ نبدأ خليوا المجال للأستاذ أبو ثينة. خلينا جوست نكمل من عشر، لخاطر ربما أنا كنت مش ثم زود تساؤلات، معناها ربما باش يتوضحوا نجم يكونوا أكثر اختصار تمثيلية. هذه شكون يمثل رئيس الجمهورية شكون يمثلش رئيس الجمهورية مش مطروحة جملة. هو يقول لك هل تتحدثون باسمه؟ هناك مشروع معناه قاعد يتخدم من عام 2011. مشروع هذا هو مشروع متكامل، مشروع يحب يكون يقول لك عندي أني آليات، عندي فهمي نظام سياسي، عندي تقنيات متاع انتخابات تنتج لي في الأخر مش تنتج لي فهمي ناس كيما شفناه يتعاركوا في بدي على المناصب وعلى كذا وعلى الوزراء وتشكيل حكومة وعلى تشكيل حكومة. أنا بعد عشر سنين الشعب اليوم كي تشوف الاهتمام متاع النخبة السياسية فهمني، خاصة اللي مشات فهمني لشدة الحكم وغيره، حتى صيانة متاع مدرسة، حتى صيانة فهمني متاع مؤسسة عمومية مش موجودة. علاش خاطر الهواجس متاعهم الحقيقية ما كانتش موجودة غادي. بدل الناس مش أنا نبدل الناس كيش مش مدلهم الناس عبر آليات استيفاء أخرى. كيفاش أنا لكريستاليزاسيون كيفاش أنا كي مش ننتخب ربما تقعش ينتخبوا كيف نحن الناس محترمين مش النرويج ولا السياد ينتخبوه لبس فيه نظام الاقتراع. نظام الاقتراع هو أين يسكن الشيطان هنا مش أزمة النظام السياسي كله. أنا كي نحط القانون الانتخابي نحط أنا قواعد الديمقراطية التمثيلية كي نحط أنا قواعد متاع لعبة سياسية راي بريا لبلومون نجم نشوف أنا قدام وين مش تأدي نظام الاقتراع نظام التمثيلية إلى غير ذلك. هذا يقول لك هو خليه المجال للأستاذ أبو ثينة نجي عندها ما تعقب زاد على نفس السؤال اللي سألته سيادتك. اختلفتش معاك أنه تخزر يدل تقريبا اتفق معاك مع الأستاذ أبو ثينة في التقييم أنه نظام المنظومة نحكيه على منظومة الحكم اللي كانت قائمة منظومة فاسدة وفاشلة وفشلها كان بينا به. توا نحكيه على البديل اللي تطرحوه أستاذ أبو ثينة. البديل هذا من سيتبناه؟ البديل هذا إذا مش يقعد مجرد مبادرة يتم الاشتغال عليها يعني أسود على أبيض، يعني كيفاش باش تخرج الى العلن؟ كيفاش باش تتفاعل معك؟ تفضل استاذ ابو ثينة بن كريديس. هل سيتبناها رئيس الجمهوريه يوما ما؟ يلا نبدا. سالتني برشا اسئله والاستاذ زيد سالني برشا اسئله وما نبدا نسال سؤال ناجي ما دام هو سؤال اخير. بالنسبه لي نمثل شكون؟ نمثل المشروع، نمثل الفكره هذه اللي انا مؤمنه بها انا ومجموعه من الشباب. ماهيش معناها فانتازيا ولا مجرد فلسفة ومجرد أفكار، لأنه فما برشا شباب يعني باحثين في علم الاجتماع في الاقتصاد في الفلسفة أبناء الجامعات، فما برشا شباب حتى من أبناء الهامش، شباب يعملوا في الجهات في صمت، يعملوا الإعلام مش مسلط عليهم الضوء ومستعدين باش يخرجوا يفسروا إذا معناها يعملوا فيولغاريزاسيون للأفكار هذه وللمشروع هذا.
شنو اخر بالنسبه لل... هاي فرصه للتفسير والتوضيح، فرصه للتفسير وفتح باب النقاش مهم زياده، مش تفسير اكهو. تتبلور هذه الافكار معناها ما زلنا احنا في مرحله استثنائيه، فما حسب الامر نتاع 2000 امر 117 22 سبتمبر معناها باش تتاسس لجنه تقوم بالاصلاحات السياسيه، تنجم تكون مش تنجم، المقترحات هذه لازم تكون موجوده في اللجنه هذه، اللي يمثلها تكون تشاركيه، يمثلها شباب، يكون فيها شباب ويكون فيها مش مختصين فقط في القانون الدستوري. يعني هي كاقتراح شباب يقدمها، اي اقتراح علاش لا، يعني حتى بيستخدم اللجنة يعني اقتراحات هذه تتناقش مع الناس، ومن حق الشباب انه يقترح عنا طبعا. لكن ما نعرفوش احنا في الامر عدد 117 استاذه رئيس الجمهوريه ما وضحناش من شكون باش تتكون، ربما مجموعه خبراء، لكن شنية كيفاش باش يتم اختيارهم وعلى اي اساس وباي مقياس، هذا مازال ما واضح الى حد الاصلاح. معناه ما ينجم يكون فما اصلاح سياسي حقيقي، وخاصه انه ما قالش يعني من شنو باش تتكون، ولكن قال التاكيد على التشاركية، تأكيد على يعني معناها مبادئ العامة والحقوق والحريات والتوطئة اللي تقولي احنا نحافظوا على النظام الجمهوري الديمقراطي التشاركي، يعني فما تشاركية وفما يعني إيمان بالحقوق والحريات، وهذا في حد ذاته كافي انه لازمنا ننظروا يعني نظرة يعني نظرة شمولية حتى يعني الإصلاح السياسي ما ينجمش يكون عن جانب فقط، يعني لجنة ما تنجمش تكون ينجم يكون عن طريق حوار وطني وعودة الحديث على حوار وطني ربما مشترك في قدم الأيام. شفنا احنا حتى البلاغ ليليزي حوار الحوار ديما موجود ولازم يكون موجود، أما مش بنفس الشاكلة. إذن مش كيفاش الحوارات يكون؟ مش الحوارات الوطنية اللي كنا قبل يعني ظاهرية وتقليدية، يعني لازم قلت لك أنا لجنة هذه يكون فيها ممثلة من الشباب، تنجم تكون فيها حتى يعني من المقترحات زيادة، تكون فما يعني منصة رقمية فيها اقتراحات، يكون فيها معناها التجاه للمؤرخين في 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 رؤوس الاقلام اللي اعطاها لنا او الاشارات اللي اعطاها لنا في وقت سابق رئيس الجمهوريه قيس سعيد، راهو في النقطه هذه بالذات مثلا بالضبط وقتاش باش يكون عندنا مشروع كامل قدامنا باش نجم انا نتفاعل مع مشروع ونناقش مع ونناقش مشروع ونشوفه هل هو من وجهة نظري أكيد أنه قابل للتطبيق على أرض الواقع وإلا حلمة، لازم نشوفه المشروع نقرأه في كامل تفاصيله على الأقل قبل ما تصير اللجنة وقبل ما تصير النقاشات، وقتاش المشروع متاعكم على الأقل اللي مش تقدموه أنتم مجموعة من الشباب نروه مكتوب حبر على ورق قدامنا. أنا قاعدين نفسروا فيه، فما كتابات، فما زملاء، فما صديق نراه في رؤوس أقلام، نراه في مساج هكا ما مريناش مشروع مكتوب متاع تحوير نظام سياسي ويحترم الحريات وفيه التشاركية اللي تحكي فيها الكل، ما تقاعدين نشوفه في نقاط رؤوس أقلام، لكن مشروع تنقيح نظام سياسي على حد علمي إلى حد الآن ما ثماش مريتش أنا مشروع كامل مكتوب من ألفه إلى يائه. باهي، فما قلت لك فما شباب قاعد يكتب وقاعد يخمم وقاعد يفكر، فما يعني مجموعة من الكتابات، وفما كتب زادة قاعدة تكتب، فما كتاب نتاع باحث يعني شاب باحث في علم الاجتماع تحدث فيه على بين ظفرين ظاهرة قيس سعيد الديمقراطية الآن، ما يقصدش بها اللي قيس سعيد ظاهرة، يقصد بها اللي هو مش فينومين قيس سعيد، هو إبي فينومين يعني الجزء الظاهر من آيسبرغ، وفي تفسير للنقاط العريضة والنقاط الأساسية نتاع المشروع هذية أولاً. وانت بكري تقولي معناها وقتاش يظهر المشروع، علاش ما نشاركوش فيه كلنا المشروع، يعني النقاط المهمه والنقاط العريضه المشروع تتناقش، فتح باب النقاش ونتشاركوا فيه معناها ونتناقشوا فيه الناس الكل، مثلا يعرض في حوار وطني وتساهم فيه تقريبا كل فعاليات المجتمع الكل، يعني المدني والمجتمع السياسي أكيد، هو الحوار موجود بطريقة أو بأخرى مش بنفس الشكلات الأخرى، خاطر ملينا من الحوارات النظرية، والناس أصلاً الشعب مل من الحوارات النظرية والتصفيق، معناها الحوار هذا باش يكون عن طريق اللجنة هذه، كي قلنا لجنة راهو حتى في التشاور اللجنة حاجة والحوار حاجة، باش يكونوا واضحين اللجنة تكون على مستوى مصغر وباختيارات معينة، والحوار يكون منفتح على أكثر من طرف وعلى أكثر من لون، مش بالضرورة لأنه اللجنة ماهيش باش تسكر على روح الأبواب، راهي باش تنفتح على قوى الوطنية، على مكونات المجتمع المدني ومكونات المجتمع الأهلي كذلك، يعني هذه لن تكون يعني خلف الأبواب الموصلة. زاد باش ما تحترمش يا أستاذ، ما ثم مشروع اسمه البناء الجديد، تصور جديد، مشروع جديد، خلينا من الآخرين شي يحبوا يحكوا، أنتوما بدايلكم المطروح ثم أزمة في الدستور هذا
خرجوه جيبوا دستور جديد، ثم أزمة في الديمقراطية التمثيلية، ثم مشكل في الحوكمة المحلية، ثم مشكل في المنوال الاقتصادي والاجتماعي، ثم مشكل في طبيعة التمثيلية الحزبية. وين بالضبط 6-7 نقاط قولوا من الجمهور؟ قول أنا مثلا رأي الديمقراطية ذي استنفذت أغراض تاع الأحزاب مثلا، هكا نقول. نقول لا، راهو ثم أحزاب تتبنى أفكار متطرفة، لا. نقول راهو الديمقراطية ما غير تنمية اقتصادية واجتماعية لا معنى لها، ديمقراطية التعليم والمعيشة والاقتصاد والشغل عندي أنا مثلا أهم لي من ديمقراطية الفكر. يتفاعل معك الأستاذ، نبداو بالأستاذ. عندي أنتم بالضبط هذه النقاط للمواطن هذا العادي اللي قاعد يشاهد فينا أستاذ؟ تفضل استاذ مونتي. والله هو انتوما بالضبط من سو با دي بورت بارول احنا. لا لا ما يعنيناش في بالضبط اي بالضبط. لا مهمه 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 أي مهمه، لكن مع ذلك نحن نجموا نتوسعوا ونشرحوا فهمني. اولا الافكار المركزيه للمشروع، ثانيا ماناش نتفاعل مع سؤال يقول لك النظام السياسي اللي انت تحكم عليه اليوم هو فشل هو كذا راهو ما استقبلش، احنا صنعنا كرب وخليناه ناقصه في زيبل ما خد في الجمله، علاش تقول فشل؟ كنت هو نظام سياسي، نظام سياسي مع 2014 سبع سنين، انت ما عملش محكمة دستورية علاش؟ اي خاطر إرادة شخص. سامحني خلينا نوصل الفكرة ومن بعد نتفاهموا مع بعض. علاش ما عملش محكمة؟ خاطرك انت مشيت في نظام الأساس بتاعه يهز إلى تنازع مصالح مركزية. منطق شنو؟ منطق تنازع مصالح فني في فكر حزبي مغلق يحط جانبا مصلحة الشعب ومصلحة البلاد ومصلحة كذا، ويحط أولوية أخرى مش أولوية الوطن. لباتري لبارتي معناها هنا لبارتي أي هي هذيك فعليا. شو اللي صار فعليا؟ فعليا العكس هو اللي صار، فعليا العكس. علاش أخي شكو ثم شكون منع كده من 2014 ما عملش محكمة دستورية؟ ثم معناها ثم دبابات، ثم ناس قوى خارجية، ثم قوى قاهرة. هو نظام سياسي، هو نظام سياسي. هذا كش ينتج؟ ينتج ناس تتجادل من الأول على مستوى الحملة الانتخابية، تحط الباكو على الصندوق، تطلع ممثلين وبعد تبدأ تقسم وكل مدرسة وكل كياس وكل قنطرة وحاجات معناها الفضلات وغيره كل شيء مهم. لا مشاريع تنمية، لا ميزانية فهمني معناها تمشي بكذا لا كذا. علاش؟ خاطر الهواجس متاعك أنت في المشروع هذا يقودك آليا نحو نوعية من التفكير ونوعية من الالتزامات. نحن أيه الخلل؟ وين إذا الخلل؟ هو في النظام نفسه، في المنظومة نفسها، والا في لو السيد رئيس الجمهوريه شنو اش قال السيد رئيس الجمهوريه؟ تو نحن نلوجوا على حوار ونلوجوا على تعدد الوسطات. هو قال لك لا يودي تعدد الوسطات هو المشكل. انا يعني بالنسبه لي رئيس الجمهوريه اش قال؟ قال انا عندي بالنسبه لي سياده للشعب. سيدي هو الدستور يقول لك سياده للشعب، الدستور يقول لك الحقوق بالانتخاب والاستفتاء. سامحني بالانتخاب ايه فما اليه فهمي الاستفتاء اللي هي فهمي اقوى من الانتخاب. ايه وصلنا نحن الأزم، جاء الخطر الده، صار الجدل على الفصل الثمانين إلى غير ذلك، لقينا روحنا قدام أمر واقع. اليوم استحالة معناها طوباوية أنا نقولوا نرجعوا فهمني مجلس النواب ونرجعوا كذا ومش يعملوا محكمة، معناها يرجعوا مش يعملوا محكمة دستورية تو مجلس النواب هذا ومش يكملوا مش يعمل انتخابات ومش يعمل إصلاحات وكذا وكذا. هذه مسائل أصبحت مستحيلة مستحيلة. نحن اليوم قدام هناك سي خليفة يطرح فهمني في شيء هو مش جدل نظري. نحن في عمق الحدث. احنا اليوم ذاك السياسي احنا هو مفروض كي تقول لي أنت شكون اللي نعمل معارضة مع شكون الحالي تولي إيه شكون شكون اللي مش يدفع المشروع هذا غيره؟ يقول لك انا شكون مش يدفع الازمه النظريه تعيش الديمقراطية هي الازمه النظريه اليوم مطلوب شو الفرق وقتها إيه؟ يقول فيها كلمكي ولا يقول فيه مجي الرحوي ولا حد الملك ولا غيره في البرلمان هذه هي هم بدهم يتحدوا الناظه بتعطيل الاشكاليات ملحه اليوم البلاد يلزمها حل على مستوى نظام سياسي. ما تنجمش تعاود نظام سياسي جربته ومعروف نتائجه مسبقا شيء مشكور. خليه يلزمها نظام سياسي اخر. هل النظام السياسي هذا المطروح مثلا مش تكون عندنا كانت عندنا ازمه نتاع احزاب واللي حكيت معاه ما حطوش محكمه دستوريه الى اخره، ما ثماش اختار لهنا انه يولي معناتها اللي كان الصراع بين الاحزاب يولي صراع بين الافراد ونعرفوا شنو هو ما نجمش يكون صراع بين الافراد السلبيه اللي تنجم. علاش خاطر الضمان باش تعطيه فهمني للشعب؟ الضمان مش تعطيه فهمني آليات كان ينتخب فيها أحزاب ولا ينتخب فيها أفراد؟ لا ما يمثلوش ما يعملوش البرامج نتاعو يسحب الوكالة منهم آليات آليات انتخابية مثلا التشريك. احنا عمره ما تسألت النخبة اليوم فهمني علاش الانتخابات كانت 55% ولا 42% و 21% والبلدية 28% ومش توصل 6 و7%؟ علاش؟
على خاطر الناس يحسوا أن الانتخابات ما عاد شأنهم. ما هو شأنهم. إذا هناك أزمة اسمها بتبيع عندك أزمة الانتخابية. لا مش تمثيلية. كما تمثيلية. تمثيلية. تمثيلية إيش تنتج؟ به أستاذ خلينا نخلي الأستاذ أبو ثينة زيد نشاركوها معنا. يلا تفضل أبو ثينة بن كريديس. جوست باش نلخص يعني المشكلة. جيد النقاش معك. المشكلة في النظام السياسي. المشكلة في القانون الانتخابي، المشكلة في الأشخاص اللي حكموا على خاطرهم هما اللي حطوا الآليات بطريقة توافقية، حطوا آليات على مقاسهم. الفكرة أو الطرح البديل أو البناء القاعدي أو تغيير نظام الحكم في تونس ما ينجمش يكون وحده هو أكهو يعني في حد ذاته، يعني ما نجموش نحكيه على نظرية ولا فكرة ولا فلسفة. أكهو يعني مرتبطة بحاجات أخرى، بآليات فعلية تخلينا نجم نطبقوها، آليات من صلب المشروع في حد ذاته، وآليات أخرى محيطة يعني مرتبطة بالعامل الاقتصادي. مثلا نشوفوا لي رئيس الجمهورية أعطى مبادرة ولا مقترح مشروع المصالحة الجزائية، نجموا نفكروا فيه، نجموا نتناقشوا فيه كل شيء. أنا أقول نفكروا فيه، نتناقشوا فيه، نطرحوا توا وقت باش نطرحوا كل شيء، خاصة نحن توا في مرحلة يعني استثنائية قاعدين. وقتاش يصاغ؟ سامحني معز، وقتاش يصاغ؟ وقتاش توفى الحملة التفسيرية ويصاغ هذا المشروع، تتبلور خطوطه العريضة وتتبلور اللي كنتوا تحكيوا فيه الكل؟ قاعدين فيه احنا توا. وقتاش فما حكومة؟ فما حكومة حد باش تحددها، فما رئيس جمهور، فما رئيسة حكومة باش تحدد حكومة، معناها هي تعمل على اتصالاتها باش تحدد حكومة عندها أساسيات، عندها برنامج أساسي أنه تحارب الفساد. محاربة الفساد ما زمنيش ننساوها، محاربة الفساد ومجابهة يعني المشاكل الحاجيات الطبيعية، الحاجيات الأساسية المرتبطة بالحقوق الطبيعية للمواطنين. هذا يحيلنا على السؤال الأول اللي ما جاوبتش عليه، أنه ما نجموش نحكيه على استبداد على خاطر البرنامج ديجا واضح والبرنامج موافق عليه الشعب، والبرنامج هذا اللي باش تقوم الحكومة مستحقه. شكرا لك، انتهى الوقت ناجية. سؤال أخير مباشر. أي في التسميات، وأنت أستاذة قانون وحتى السي منذر معناها متخصص في القانون، تعودنا في العلوم السياسية أنه نعرفوا طبيعة أسماء الأنظمة، فما نظام البرلماني، نظام الرئاسي، نظام شبه الرئاسي. سؤالك بصفة مباشرة ناجية، فضلك. نظام هذا شو اسمه؟ ينجم يكون نظام قائم على البناء القاعدي. مش الفايدة في التسميات، هو تجربة تونسية خاصة بنا، خاطر حتى النظام اللي كان موجود ما كانش عنده اسم، كان نظام هجين. نظام هجين، لا هو برلماني لا هو رئاسي، مرات تحسه يقرب للبرلماني، مرات تحسه يقرب للرئاسي، برلماني ممكن معدل، أما النظام اللي كان موجود ما كانش عنده اسم واضح ومعالم واضحة. اللي كان موجود هو نظام برلماني صحيح، ماهوش برلماني ينتخب فيه الرئيس مطلق مباشرة. أيه كيفاش أيه نجم يعني هو كان محطوط بتوافقات عبيد حب نظام رئيس هو كان نظام برلماني غير مش برلماني مطلق. هو مش قرآن منزل أن نطرحوا تسمية معينة، راهو نجم احنا نعملوا تجربة وتسمية خاصة بنا. شكرا أبو ثينة بن كريديس، الباحثة في القانون الدولي العام. شكرا لك أيضا منذر سيك علي، المحامي والناشط الحقوقي. بعد شوية ضيفنا يكون عبيد البريكي، أمين عام حركة تونس إلى الأمام. فقط للسادة المشاهدين، ما أنه العتب الفني ما زال متواصل على مواقع التواصل الاجتماعي، على واتساب، تيليجرام، تنجموا تتابعونا وتابعوا الحلقة على يوتيوب، ندخل شان يوتيوب شان قناة التاسعة، تنجموا تتفرجوا فينا بصفة مباشرة. يلا فاصل ثم نستقبل عبيد البريكي، أمين عام حركة تونس إلى الأمام.